شفتي في مرة دي جروب بتاع 3 زميلات كل ما قاعدين فيها ورا خد جوالات مع السماء وبيبش يرجعوا بس كورس السيراميك او كورسيه وخاصة المسيرة اللي وجه برشا جمهور المسيرة. بطبيعة معناتها الناس كل توا حاسين بالمسؤولية ووقت توا باش نمو بعضنا ونحكي مع بعضنا باش نعيو بعضنا بالأهمية الظرف هذا لازم نحكي مع بعضنا. مش نهاية العالم ما تفرز مباريات ثم ظروف تحبت باش نكونوا في باش نخسروا برشا إصابات ونطروا نار ما يعرفش كرة تونسية لا غالب هذيك هي حبة الكرة لكن ما يمنعش هذا نحن اليوم عازمين باش نتجاوزوا ذلك كل كا ونبداو صفحة جديدة بارتير من اليوم. جيت حتى عليك ضغط أكثر تسمع الجمهور ما عمل عليك برشا تخاف من الفصال قدام الجمهور خاصة في ماتش اليوم. والله كلمة بدر صحيح ضغط كبير لكن هذه تخلي كل مدرب يحس باعتزاز الفرقة الكبيرة هذه. لكن كما ما يخفاش على الجميع الفريق مر بفترة انتقالية ينتظر عامل كبير يلزم شوية صبر. ما فيش ضغط برشا بس فريق عم كاين صغيرة بغات كنت احكي لك باش تكون جماعة صحيحة تكون جماعة معنوية انه بغي في الجماعة منهارة ولا لا شنو باش تخسر ربما جزئين الأخيرة تقاليد تاع الدور الجماعية شنو تبدل في شهرين تصيف ممكن الجماعة كتابة ثنائية عامية والجماعة تخسر 2 مرتين برا الهداف. والله شيء طبيعي كل فريق ما عنده باش يخرجوا من صفوفه 6 7 لاعبين اللي يعتبروا مراكز الفريق ماهيش باش نتكلم يعني في الإطار الفني السابق لكن حسب المعاينة اللي قمنا بها في الأيام القليلة هذه حسينا الفريق يشكو من نقص اللياقة وهذه أشياء أخرى منها التجانس وهذا شيء طبيعي لأن المجموعة جديدة خاف من الدفاع بتاعهم اليوم احنا قلنا كل شيء قلنا حساب الاتصال حزننا بالكدا وان شاء الله ما تستغل الفرصه زاد الوضع تاعهم هذا سون كونفيونس وعندهم شويه شك في بعضهم ان شاء الله استغلوها اليوم ونعملوا ستاف بوزيتيف. صح انا تفاجئت بداية الموسم طبعا كنت جاي برشا عباد يمكن في التحضيرات والصيف ما عطيتش عليكم اهمية كبيرة تجي من قبل انك في مركز ثالث 6 نقاط بعد 3 مباريات فقط تفاجئت بها البداية هذه ولا ديما لقى بارتيات اميكال و كوش روبير كنا ناقصين معناتها برشا جوارات معناتها مصاب مدرو ما عندناش معناتها كونتي وتختلف فكريت فما برشا كيبات عملوا بارتيات مكربين ما مشاش شوف معناتها فما حكاية أخرى في البارتيات الأساسية تولي أعصاب تولي فما عزيمة تولي تحب تربح مش كيما اميكال. كموتيفون تدور عندي في بعض Et ça prouve déjà que les supporters pensent à nous. C'est déjà le plus important. Et nous, on dit qu'il faut ramener l'ascenseur. Il faut se battre, il faut les faire plaisir à chaque fois. Et c'est bien comme ça, ça nous donne envie de plus se battre et de vous donner les 3 points. Vous savez avant le match que vous allez vous faire cette surprise ou vous avez été sûr? Je ne sais pas, je l'ai dit, mais on me suit partout avec ce drapeau. Et c'est motivant, c'est bien.
سيناريو معناتها ما نجموش نتصرف احسن منه. الحمد لله جاي الهدف مبكر شويه كيف تفكروا اللي هنا، كانت رده فعل ايجابيه، لكن الانتصار هذا رجع فينا دفعه معنويه ممكن يخلينا نحن في اريحيه، لكن مو الاريحيه التامه، لانه صراحه انتظرنا عمل كبير ولازم نكونوا مقتنعين اللي عندنا نقاط لازمنا نشتغل عليها. المفيد ثروه قوى، ومش اللي فيه راه يربح المستير، المستير كما ولاو يحكيوا المستير ماهيش لقمه سهله للجمعيات هنا في المستير، ينجم يربح المستير صحيح البره هذه كوره خاصه، لكن المستير وهذه نصاف الجمعيات كلها، والمستير ما يربح حتى واحد في المستير.